جينا نحلل الماتش النهارده وبعدين نروح بعد كده للاهلي والزمالك. كابتن بلال، الشوط الثاني اختلف ليه عن الشوط الاول؟ عشان الجول اللي جبته بس. وجهه نظري الاهداف بتحل طلاسم كتيره جدا يا كابتن علي. الاهداف بتغير من نمط اللعيب، من نمط الماتش نفسه. الاهداف بتغير من الاستراتيجيه بتاعه المدرب الكسبان والخسران الاثنين. الاهداف بتغير من السيكولوجيه بتاعه اللعيبه نفسها في الملعب. تمام، انا النهارده سجلت 1-0 غير ما انا 0-0 غير ما مغلوب 1-0، الموضوع مختلف تماما. ماذا لو تاخر الهدف؟ كنا هتفضل تشوف ماتش زي بتاع الشوط الاول بالظبط بالظبط بالظبط، الى ان يحصل تعديله وتغييره في الملعب، سواء اذا كانت تغييره داخل الملعب تكتيكيه او تغييره من خارج الملعب برضو تكتيكيه. تمام، انما انا نفس اللعيبه، نفس الامكانيات، نفس طريقه اللعب. تمام، 0-0 النتيجه، هتلاقي الفرقه الثانيه فيها عندها تحفظ زي ما انت شفت كده، بيحاولوا يبنوا هجمه ويطلعوا بكرات سريعه، وهم ثابتين الاربعه المدافعين بتوعهم ثابتين ما بيتحركوش. تمام، اللي بيتحرك الاثنين الطرف وراس الحربه واللي تحت راس الحربه، الاربعه دول هم اللي بيقوموا بكل المهام الهجوميه. تمام، لما تسجل الهدف الملعب اتفتح بقى، معمول ستريتش بقى، هو عايز يهاجم فيفتح الخطوط، مش عارف يعني عايز يهاجمك. تمام، بس يهاجم على استحياء برضو يعني، بس عايز يهاجم خلاص، عايز يبني، عايز يفتح الملعب. تمام، بس خلاص، ما انت طالما فتح لك الملعب اداك فرصه عظيمه انك انت تشتغل. تمام، وانت استغليت الفرصه، استغليت الفرصه. ده الشوط الثاني افضل بكتير جدا من الشوط الاول، عندك مساحات بتتحرك فيها، قدرت تستغل المساحات بشكل كويس، الباص بتاعك بقى جيد. تمام، الثقه في النفس بقت اعلى بكتير جدا جدا جدا. تمام، الباص بتاعك بقى متقن، بتلعب باريحيه، خلاص انا يوم ما الدنيا هتعادي خلاص برضه انا اول. تمام، على عكس الشوط الاول فرصه ممكن تسجل هدف يروح تروح للمركز الثاني. انما اللي غير الشكل هو الهدف المبكر. الهدف طبعا، الهدف المبكر هو اللي غير بدايه الشوط الثاني، هو اللي غير الشكل بالنسبه او بالطريقه اللي انت شفتها دي. طبعا طبعا، مليار في الميه. تمام، يعني انت لو ما سجلتش الهدف كانت الامور هتفضل، لان هو كمان كان هيستمر على نفس النمط اللي بيلعب بيه، الاربعه مدافعين قدامهم الاثنين السنتر باكس والاثنين اللي على الطرفين بيهاجموا وراس الحربه واللعيب اللي تحت راس الحربه. تمام، هم دول الرباعي ومقفل بشكل كويس جدا، والكرات الطوليه هو اللي بيسيطر عليها، نتيجه الملعب يعني الكره بتجري بتتزحلق يعني. تمام، فهو ده كان هيبقى نتاج الماتش. انما النهارده هدف انت سجلته، عشان كده احنا دايما بنقول ايه، بنقول الاهداف، الفرص يا جماعه، الفرص بتغير من نتيجه الماتشات، بتغير من الاداء. استغلال الفرص ده امر مهم جدا، انت مش بس احنا مش بالنادي باستغلال الفرص عشان تسجل هدف، عشان تشوف ماتش حلو زي اللي انت شفته في الشوط الثاني. تمام، لو ما كانش جه الهدف ما كنتش كنت برضه هنتفرج على ماتش عقيم، ماتش عقيم، ماتش دفاعي بحت، ماتش فيه التزام تكتيكي رهيب، ماتش فيه بتحسس على الكوره، بتخرج الكوره من رجلك يعني بتطلع بصعوبه جدا، الفرقه الثانيه بتقاتل وخلاص. لكن المباراه لما تسجل فيها هدف اتفتحت بشكل كويس، اصبح ليك السيطره، اصبح عندك مساحات بتتحرك فيها. تمام، الفرقه اللي قدامك خلاص يعني بقى في نوع من يعني امبالانس، يعني بقى في نوع من الدربكه كمان، مفيش توازن عنده هناك، لانه خلاص هو بيدور على حل تاني، بيدور على حل ان هو يسجل هدف. عشان تسجل هدف لازم تغير من الاداء بتاعك التكتيكي، ولازم تغير من شكلك في الملعب، ولازم تغير من النمط اللي انت بتلعب بيه، ولازم تفتح الجيم قوي عشان تبتدي تخش في سرعات مع فرقه النادي الاهلي، والملعب يبقى معمول يتعمل استريتش زي ما حصل كده. تمام، وهل هم راحوا بكام كره؟ ممكن يكون راحوا بحاجات ده وضع طبيعي يعني بس حاجات وده وضع طبيعي طبعا. حاجات بسيطه بس دي خليته ان هو لما يفتح الجيم عليك ادت فرصه لحسين الشحات ان هو يبقى عنده مساحات، في مساحه بقى. ادت فرصه لطاهر لما نزل، ادت فرصه لعلي معلول لما راح، حتى كمان انت خد بالك من طريقه الخروج بتاعت علي معلول الشوط الاول والشوط الثاني، الموضوع مختلف تماما. لقى مساحات بيشتغل فيها، خلاص الشوط الثاني مساحات كبيره جدا بيشتغل فيها، لان هناك الشوط الاول كان المدافع واقف والمهاجم على طول هو اللي بيتحرك، الشوط الثاني كان المدافع والمهاجم الاثنين بيتحركوا، فلما بتقطع الكوره بتدي فرصه لعلي معلول وحسين الشحات الاثنين لهم مساحات كبيره جدا جدا يتحركوا فيها. وعلى العكس الناحيه الثانيه حسين الشحات لما كان برضه بيتحرك في مساحات كبيره جدا، برستاو مساحات كبيره نص ملعب. الامور اختلفت بشكل كلي وجزء الشوط الثاني نتيجه ان انت استغليت فرصه وسجلت منها هدف كويس.